أبنائي طلبة وطالبات التعليم الصناعي قسم الزخرفة والإعلان والديكور، أهلا بكم في حلقة من حلقاتنا عن تكنولوجيا العمليات للصف الأول. في حلقتنا النهاردة احنا أخذنا الحلقات اللي فاتت، أخذنا عن الطلاء وأغراض الطلاء، وأخذنا إيه هي الأسطح الإنشائية، الأسطح الجدارية والأسطح الخشبية والأسطح المعدنية، أخذنا طرق تطبيق الطلاءات، أخذنا إعداد الأسطح، بنعد الأسطح إزاي، بنجهزها للدهانات إزاي، أخذنا أنواع الدهانات، دهانات زيتية، دهانات مائية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الدهانات المائية. الدهانات المائية عندنا بتتكون من كذا حاجة. في دهانات مائية قديمة كنا بنستخدمها زمان، دلوقتي في دهانات مائية حديثة أحدث منها وأفضل وليها مميزات كتيرة أحسن. الدهانات المائية القديمة كان زي دهان الجير ودهان الغراء، ودي دهانات مائية محدش بيستخدمها كتير، كانت رخيصة بس ليها مميزات صحية، ودهاناتها كانت تتميز بأن هي ألوانها مطفية، ألوان مط. الدهانات الحديثة بتتميز أحسن منها في إنها قابلة للغسيل، بتتحمل الرطوبة، بتتحمل درجات الحرارة. في دهانات أحدث بقى نزلت اللي هي دهانات الكوارتز والجرافيتو والجرانيوليت. الدهانات دي دهانات أحدث بتطبق على جميع الأسطح الإنشائية، بنشوف فيها ألوان كتيرة، بنشوف فيها ملامس أكتر، فيها بتتحمل أكتر، بتستخدم في الواجهات، يعني هي ليها مميزات كتيرة عن الدهانات القديمة. هنشوف معانا في الدهانات الحديثة، نشوف دهانات الجير، هناخد مراجعة سريعة. في عندنا في الدهانات القديمة اللي هي الدهانات المائية، في عندنا دهان الجير ودهان الغراء. ده أشكال دهانات الجير عندنا، أشكالها بتبقى مط وبتبقى مطفية، بتبقى ألوانها باهتة. دهان الغراء دوت، دي دهانات البلاستيكية. دهانات البلاستيكية بتتميز بأن هي ألوانها كتير ولامعة ودرجاتها متوفرة عن الدهانات الغراء ودهان الجير. في عندنا تطبيقات زخرفية على الجدران زي الستنسل. ايه الستنسل دوت يا جماعة؟ الستنسل ده اللي هو احنا بنجيب زي مثلا ورقة او فرخ بلاستيكي، ده بنضغط عليه او بنرسم عليه التصميم بتاعنا اللي احنا ناويين ننزله على الجدار الانشائي او السطح الانشائي بتاعنا، سواء كان جدار او خشب او معدن. بفرغ الرسمة او التصميم بتاعي، بنزله الاول على الفرخ البلاستيكي او فرخ ورق مقوى، افرغه، وبعد التفريغ ببتدي اثبت الفرخ دوت او التصميم، اثبته على السطح الانشائي بتاعي، وابتدي اضغط عليه بالالوان بحاجة اسمها المدق. المدق ده بيبقى عبارة عن فرشة اسطوانية، سواء بتكون اسفنجية او من الشعر، بنبتدي نحطها في اللون وندق على الفراغات اللي احنا فرغناها في التصميم. بينزل التصميم على السطح الانشائي، بعد جفاف التصميم ابتدي اشيل التصميم بتاعي، بحيث ان هو لو شلته هو لسه الالوان ما نشفتش، ممكن ايه يأثر على التصميم اللي انا لونته. فبعد جفاف التصميم، بعد جفاف الالوان، اشيل ورقة التصميم واشوف هلاقي الرسمة نزلت عندي على السطح الجداري. نشوف مع بعض شكلها. هنا ده شكل الستنسل، وشكل ان انا لما بلزقه على السطح الانشائي سواء جدار او ايا كان السطح الانشائي، وبنزل اللون عليه. ده طريقة تفريغ الستنسل، ان انا بحط التصميم عليه وابتدي افرغه بالشكل ده، سواء تفريغ بالكتر، وفي عندي تصميمات جاهزة زي كده، دي بتتباع جاهزة عند المحلات الموان او في اي مكان بنلاقيها تصميمات جاهزة، بجيبها الزقها على طول واشتغل. ده شكل المدق، انواع المدقات عندي. في مدق اللي هو عبارة عن فرشة اسطوانية بتكون من الشعر او بتكون من الاسفنج. ده الطريقة ان انا باخد الالوان من الباليتا وابتدي ادقها، عشان كده هو اسمه المدق، ادقها على الفراغات بحسب تدريجات الالوان بتاعتي او انواع الالوان بتاعتي، انا بختار الوان ايه وانزلها على التصميم. بنشوف بعد كده التصميم بعد ما تلون او اثناء تلوينه على الحائط، وبنشيل الستنسل، يديني في الاخر الشكل دوت، ان انا التصميم نزل لي على الحائط بالشكل ده كده متلون وجاهز بالالوان اللي انا عايزها.
ده الستنسل او الدق بالاسطمبه. طيب بعد كده هنشوف مميزات الدهانات المائيه. احنا عندنا الدهانات المائيه ليها مميزات كتيره، ان هي سهوله دهانها بتبقى سلسه واقدر ادهنها بسهوله، سريعه الجفاف، بتنشف بسرعه، بتجف بسرعه. دهانات مختلفة النعومة بتختلف ما بين النعومة ودرجة الخشونة، ليها درجات كتيرة. بتمتاز الأنواع الحديثة منها بالمرونة والثبات وتحمل الغسيل. طيب عيوب الدهانات المائية إيه؟ عدم القدرة على مقاومة الرطوبة والمياه، أنا ما أقدرش أغسلها. الدهانات المائية في منها ما ينفعش يتغسل، وفي منها إن أنا بيقاوم الرطوبة والمياه، هي عدم القدرة على مقاومة الرطوبة والمياه، دي من عيوب الدهانات المائية. معظمها غير لامعة، إحنا قلت في الأول إن معظمها ألوان مط. طرق تطبيقها، إحنا عندنا دهان الجير هناخده سريعا لان احنا اخدناه في الحلقه اللي فاتت. هنقول دهان الجير ده دهان من اقدم الدهانات المائيه، ارخصها. ده كان بيستعمل قليل جدا لما كنا بنستعمله. ليه ما كناش بنستعمله كتير؟ لان هو كان بيحدث اثار جانبيه على الجلد. طيب بنجهز دهان الجير ازاي؟ هو دهان الجير عندي عباره عن حبيبات ليها احجام، فانا ببتدي اجهزها ازاي؟ ان انا اعمل اجيب برميل املاه لحد نصه بالميه، احط فيه الجير، بحطه قطعه قطعه، انا ما بحطش الجير كله على بعضه مره واحده، لا بحط الجير في الميه قطعه قطعه لحد ما يوصل لحد 3/4 البرميل. طب ليه انا مش بملأ البرميل لاخره؟ عشان ما يحصلش انفجار. طب الانفجار ده بيحصل من ايه؟ لان الجير ده عندي اسمه جير حي. الجير الحي ده اللي هو يعني يعتبر زي المادة الكاوية، بيأثر على الجلد، بيسخن مع وضعه في الماء، بيمتص الماء، بينتفخ، بتعلى درجة حرارته بترتفع، ويبتدي يحصل، ممكن يحدث انفجار لو حطيته مرة واحدة أو لو زودت الكمية عن 3/4 البرميل. فأنا بحطه واحدة واحدة وبحطه لحد 3/4 البرميل، بينتفخ. بعد كده بنسيبه لمدة يوم أو يومين في البرميل لحد ما ينطفي، يبقى اسمه جير مطفي. الجير المطفي دوت بيترسب في القاع عندي، فانا ابتدي اقلبه مع التقليب. ممكن اقلبه بماكينه او اقلبه بخشبه يدويا عن طريق استعمال خشبه. طيب بعد ما بقلب الجير بعد التقليب ببتدي اصفيه بمصفاه، واوصل كده ان انا جهزت الجير. طيب انا عايزه اجهز الالوان بتاعتي، بجهز الالوان ازاي؟ بان انا اضيف عليها نسبه من الميه. طيب الالوان الجير ديت اللي انا بجهزها بعد الجفاف بتديني لون مطفي. طب انا لو عايز اغمقها شويه، لو عايز اللون ما يكونش لون باهت، انا عايز اللون غامق شويه، بزود في درجه اللون شويه عندي. بعد كده انا جهزت الجير وجهزت اللون، اضيف الجير على اللون او اضيف اللون على الجير بنسب معينة لحد ما اوصل لدرجة اللون اللي انا عايزها، وابتدي ادهن دهانات الجير عندي. طب انا بدهن دهان الجير ازاي؟ بجهز السطح ازاي وبدهنه؟ اول حاجة بنجهز السطح زي ما اخذنا طرق تجهيز الاسطح الجدارية. بعدها ابتدي ادهن الجير، بيدهن على وجهين. اول وجه لازم يكون افقيا، يعني ادهن السطح بتاعي افقي، امشي بالفرشه افقيا. السطح الثاني او الوجه الثاني بيكون الدهان راسيا، بيكون من فوق لتحت. دوت ليه؟ عشان يحصل تجانس للدهان. وبعد كده بنسيبه، يعني احنا بعد ما بندهن الوجه الاولاني بنسيبه يجف، ما بندهنش الوجه الثاني معايا على طول وراه على طول، وبعد كده ندهن الوجه الثاني. نشوف مع بعض شكل الخطوات بتاعتنا. دي خطوات التنفيذ. ده شكل الجير اللي هو بيبقى عبارة عن قطع صلبة من الجير، بنبتدي نحطها في البرميل. ده شكل البرميل، مالينه لحد نصه بالمية، بنحط الجير لحد التلات ارباع، ما بنزودش عن التلات ارباع عشان ما يحدثش انفجار. بعد كده بنتم التقليب بخلاط يدويا او بقطعه خشب، بندوبه بعد يوم او يومين من اذابته في الماء، بنسيبه لمدة يوم أو يومين، وبعد كده يتقلب لحد ما يتجانس مع بعضه، وبعدها يبتدي يتم تصفيته بسلك ناعم أو بمنخل نصفيه من المية أو من أي حاجة رطوبة فيه.
بعد كده بنبتدي نضيف لي الالوان بتاعتنا، الالوان اللي احنا بندوبها في المية وحسب اللون المطلوب، واحنا هنلاحظ ان هو اللون بيفتح بعد الجفاف. بنضيف بعدها ملح كلوريد الصوديوم او الشابة. طيب النسب ايه؟ النسب 1 لـ30 في الملح او 1 لـ40 في الشابة. فايدة الملح او الشابة ايه؟ تثبيت الجير على الحوائط. طيب لو انا بدهن واجهات بضيف كمية بسيطة من زيت بذر الكتان لزيادة قابلية التشغيل عشان يبقى الدهان عندي سهل في ان انا احركه او ادهنه على السطح، وبيعتبر الجير من الدهانات الصحية للمباني داخليا وخارجيا. ده بالنسبة لدهان الجير. طيب طريقة الدهان زي ما قلتها لكم، ان احنا بندهن بالفرشة او بالرش بماكينة يدوية او كهربية، وان احنا بنعمل الوجه الاول افقي والوجه الثاني بيكون الوجه الاول رأسي والوجه الثاني بيكون افقي. الدهان في حالة الدهان بالرش بيكون بندهن الوجه الاول وبعد الجفاف بندهن الوجه الثاني عمودي على الوجه الاول. بالنسبة لدهان الغراء، دهان الغراء عندنا احنا كده خلصنا دهان الجير وخدنا مراجعة سريعة عليه. دهان الغراء دوت من الدهانات قليلة التكلفة ايضا زي دهان الجير بالظبط، لكن هو اغلى بسيط من دهان الجير. هو بيتفوق عن دهان الجير في ايه او بيتميز عنه في ايه؟ في انه بيدي سطح ناعم والوان احسن واوضح من دهان الجير. بنجهز السطح الاول، بنشيل اي دهان قديم قبل ما نبتدي في دهان الغراء. طب لو السطح عندي مدهون بدهان بدهان زيت او بدهان بلاستيكي، لو الدهان دوت كويس ما فيهوش حاجه بندهن عليه على طول. طيب خطوات تنفيذ دهان الغراء، بنجهز الغيره الاول. طيب بنجهز الغيره ازاي؟ بجهز الغيره بان انا بحط الغيره في بوتقه او في قالب عندي، واحطها احط ادوبها بالميه، وبعد كده ابتدي احطها في ميه مغليه زي حمام ميه، اضيف عليها الميه المغليه واسخن فيها، اسخن الميه اللي هي محطوطه فيها، واسيبها على النار هاديه، نار هاديه، النار ما بتبقاش عاليه، مع التقليب المستمر لحد ما يبقى قوامها بلاستيكي. كده انا جهزت الغيره. اجهز ايه؟ اجهز الاسبتاج. السبتاج بتاعي بجهزه بان انا بجيبه اطحنه الاول وانخله. بعد ما طحنت السبتاج ونخلته وحصلت على بودر ناعم، ادوبه في الميه واسيبه لمده يومين برضو، وبعدها ابتدي اصفيه بالمصفى. كده انا جهزت السبتاج. يبقى انا كده مكونات دهان الغيره عندي، دهان الغيره عندي بيتكون من 4 مكونات: سبتاج وغيره وميه واللون اللي مطلوب بتاعي. طيب انا بس بعمل بجهز السبداج بان انا اطحنه وجهزته ودوبته في الميه وعملته بالمنخل. كده جهزت السبداج. جهزت الغيره بان انا عملتها على الميه، عملت لها حمام ميه ولحد ما وصلت لان هي بقت زي قوام بلاستيكي. جهزت الغيره. طيب نجهز اللون بان انا بدوب اللون في ميه مع اضافه قليل من السبداج. طيب انا اللون عندي في الوان الغيره او في دهانات الغيره بتعمل زي دهان الجير بالظبط. ايه اللي بتعمله؟ اللي هو ان الالوان عندي انا دهنت اللون بعد الجفاف اللون بيبقى فاتح. طب انا لو عايزه لون غامق بعمل ايه؟ قلناها في الجير من شويه، صح؟ بنزود اللون، نزود درجه اللون. يبقى انا بكده لو عايزه لون غامق ازود درجه اللون. طب انا لو عايزه اللون فاتح ازود سبداج. في دهانات الغيره لو عايز لون غامق ازود درجه اللون بتاعتي، لو عايز لون فاتح ازود السبداج. وبكده انا ايه؟ جهزت الالوان او جهزت مكونات دهان الغيره، جهزت السبداج، جهزت الغيره، جهزت اللون. بضيفهم على بعض مع نسب بنسب متساويه او بنسب معينه، بضيف السبداج والغيره واللون، وكده انا جهزت دهان الغيره. نشوف مع بعض الخطوات. هنا دهان الغراء بيتكون من سبداج وغيره وميه واكاسيد ملونه زي ما قلت من شويه. بيتم تجهيز السبداج. ادي ده شكل السبداج عندي. بنجهزه اللي هو كربونات الكالسيوم، بندخلها بمنخل والاول نطحنها وندخلها بمنخل ونحطها لمده تتراوح ما بين يوم ليومين في الميه، وبعد كده يتم التقليب ويتم تصفيه. طيب ده الغيره. كده احنا جهزنا السبداج زي ما قلنا. ده الغيره بيتم نقع كميه مناسبه من الغيره في الميه بنسبه 1 لـ3 والانتظار حتى يتشرب بالكامل. بعد كده بنحطه على نار هادئه
وبعدها بنضيف إليه الماء الساخن ليكون في القوام البلاستيكي بالشكل ده كده، زي ما احنا شايفين بنحط الفرشة في الغيرة تطلع لي بالشكل ده كده، تكون لزجة شوية أو قوامها بلاستيكي. بنجهز اللون، بيتم تجهيز الأكاسيد الملونة، بنقعها في الماء ثم تخلط بالسبداج ويتم عمل فواتير اللون. ايه هي فواتير اللون اللي احنا بنحدد فيها اللون المطلوب؟ فواتير اللون اللي هي درجات اللون بتاعتي اللي انا محتاجها. نعم، لاحظت ان الجفاف بيدي لون افتح، فلو انا عايز لون فاتح بنضيف سبداج، ولو عايز لون غامق بنضيف درجة لون زيادة. ده شكل فواتير اللون، انا بعمل اللون بدرجاته. يجي العميل اللي عايز يدهن حاجة عنده يبتدي يختار اللون اللي هو عايزه، انا ببقى عارف النسب بتاعتي اللي بزودها واللي بضيفها، بحط اللون قد ايه، بحط غيره قد ايه، بحط سبداج قد ايه، من خلال فواتير اللون اللي انا مجهزها، وابتدي اطلع درجة اللون اللي عايزها العميل وادهن له بيها. طيب بندهن ازاي؟ برضو بيتم اضافة الغراء، ده اللي هي بعد ما جهزنا كل حاجة لوحدها، الغراء والسبداج واللون، بنضيف الغراء للسبداج المنقوع بالتدريج ثم يقلب ويضاف إليه الماء الدافئ ثم اللون. طيب الغراء اللي بنستخدمه في النوع دوت هو من الغراء الحيواني. الغراء اللي احنا بنستخدمه في الألوان بتاعتنا هو من الغراء الحيواني، ده بيكون على شكل ألواح أو صفائح سائلة أو غراء حمص. ده شكل غراء الحمص اللي هو شكله زي شكل الحمصايه كده او في حجم الحمصايه، ودي شكل الالواح او صفائح سائله، ده شكل الغراء بتاعنا. طريقه الدهان، طريقه دهان الغراء بيتم التنظيف جيدا بالماء او والصابون او بالميه والغراء. انا بنظف الحائط بالميه والصابون او بنظفه بالميه والغراء. بنظف بالميه والصابون بنسبه 1:40، 1 صابون ل40 ميه، أو بنضف بالمية والغيرة بنسبة 1 غيرة ل50 مية، وأنضف بيها الحائط. طيب ده التنظيف ده اسمه إيه أو فايدته إيه؟ اسمه التجليخ. تنظيف بالمية والصابون أو بالمية والغيرة ده اسمه التجليخ. طب فايدة التجليخ؟ فايدة التجليخ لسد المسام في الحائط قبل الدهان. طب أنا بسد المسام ليه؟ أولا المنظر العام أو المظهر العام بتاع الحائط ما يبقاش مخرم. تاني حاجة بياخد كمية دهان أقل، يبقى أنا بعمل تجليخ للحائط بتاعي أو للسطح الإنشائي بتاعي، بعمل له تجليخ بأن أنا بجهز السطح، أنضف أغسله بالمية والصابون أو بالمية والغيرة، وبعد كده أجهز الحاجة وأغسل بيها السطح بتاعي لإيه؟ لسد المسام عشان ما تاخدش كمية معجون أو ما تاخدش كمية لون كتير. طيب أنا بدهن إزاي الغيرة؟ بدهن الغيرة زي ما دهنت الجير بالظبط. الوجه الأولاني بيكون أفقي، والوجه الثاني بعد جفاف الوجه الأولاني بيكون الوجه الثاني رأسي عليه. فده برضو طريقة دهان الغيرة، نشوفها مع بعض. بيتم دهان السطح وجهين ببوية الغراء بالفرشاة أو المرشة. الوجهين بيتم دهان الوجه الأول رأسيا والوجه الثاني أفقيا للحصول على سطح متجانس مظهره النهائي. ده شكل مرشة الدهان. مرشة الدهان عبارة عن كومبريسور والمستودع اللي فيه اللون والخرطوم ومسدس الرش. احنا الكمبريسور ده بيدفع الهواء، الهواء بيحرك اللون اللي في المستودع بتاع اللون، يمشي في الخرطوم هنا يطلع من مسدس الرش يدهن لي الجدار او السطح الانشائي. وزي ما احنا شايفين مسدس الرش ليه بيتمسك ازاي من المكان هنا ويبتدي ايه يندفع اللون، يبقى احنا بندهن يا اما بالفرشه او بالمرشه الدهان. طيب مزايا دهان الغراء، ايه مزايا دهان الغراء؟ اول حاجه نقاء اللون وسرعة الجفاف. تاني حاجة ألوانها غير لامعة، ألوانها مط، غير لامعة يعني ألوانها مط. عيوب دهان الغراء إن عدم احتماله لللمس والأجواء الرطبة، بيبصم، أنا لو بدأت لو حطيت إيدي على دهان الغراء هتلاقيه بصم معايا ولا يمكن غسلها، يبقى دهان الغراء ما ينفعش يتغسل. طيب إحنا عندنا بعد كده دهان البلاستيكي. هناخد دهان البلاستيكي على الأخشاب تأسيس زيتي. يعني ايه تأسيس زيتي؟ يعني أنا بعمل تأسيس أو الوجه الأولاني عندي زيتي،
في نهاية بلاستيك، تأسيس بلاستيك، يعني بيكون الوجه الأولاني بلاستيك والوجه الثاني زيتي، بلاستيك أقصد، اللي هو بلاستيك تأسيس زيتي بيكون الوجه الأولاني زيتي والوجه الثاني بلاستيك. طيب احنا بنجهز الخشب ازاي علشان ندهنه؟ احنا خدنا الموضوع ده في الباب الاولاني. بنجهز الخشب ان احنا اول حاجة بنعمل ايه؟ تسنبك رؤوس المسامير. طيب احنا يعني ايه تسنبك رؤوس المسامير؟ انا سامع حد فاكرها هو بيتكلم، تسنبك رؤوس المسامير يعني الدق على راس المسمار. انا عندي الخشب والمسمار طالع بارز لبره شوية، طيب أنا هعمل إيه؟ هندق على رأس المسمار، هنخليه يدخل ملي لجوه الخشب، أو هنخليه مساوي لسطح الخشب، ونبتدي نصنفر الخشب بعد ما إيه نزلنا المسامير أو عملنا سمبكة لرؤوس المسامير، بنصنفر الخشب. طب أنا لو عندي عقد في الخشب، العقد دي بعمل فيها إيه؟ بتكوى العقد. طب ايه طريقة كوي العقد؟ احنا عندنا كذا طريقة بنعمل بيها كوي العقد، او كذا طريقة بنعالج بيها العقد. اول طريقة بعصير الثوم، بنعمل جيب عصير الثوم ونعمل بيه تكوى بيه العقد. طيب انا ليه بعمل كوي للعقد دي؟ عشان الراتنج اللي هو بتنزله او بتفرزه ده بيأثر على الدهان، يبقى انا لازم اعمل كوي للعقد عشان امنع افرازات الروتينج اللي هتاثر لي على الدهان. طيب ايه الطريقه الثانيه غير عصير الثوم؟ الطريقه الثانيه محلول الجملكه، ممكن بمحلول الجملكه برضو اعمل كوي للعقد. طيب ممكن ايه طريقه ثالثه؟ لو انا مش هعمل بعصير الثوم او مش هعمل بمحلول الجملكه، ممكن ايه طريقه ثالثه؟ ان انا بعمل ازاله للعقد دي خالص. طب انا هزيل العقد واسيب الخشب عندي كده مجوف او مفرغ؟ لا طبعا، انا بجيب قطعة خشب بنفس حجم العقدة اللي أنا شلتها وبنفس سمارة لون الخشب وأحطها مكان الفتحات اللي أنا شلت منها العقد. طيب بحطها حط كده؟ لا، بثبتها، بتثبت بالغراء، بحط لها غراء وثبتها وتتمعجن حواليها ويتصنفر وتبتدي يتساوى السطح تماما كأن مفيش عقد في المكان دوت. في ساعات بنسيب العقد دي لما نكون بندهن دهان مش دهان ممكن يأثر عليه العقد أو يطرده، يطرد الدهان. في دهانات اللي هي بتبقى شفافة دي بنسيب العقد، بتدي مظهر جمالي ساعات. طيب هنشوف مع بعض. أول حاجة في إعداد السطح بتسنبك رؤوس المسامير وتقوى العقد ثم صنفرة السطح وإزالة الزوائد. طيب تاني حاجة المعجون، بنمعجن السطح. بنمعجن السطح فيه معجون جاهز او معجون اندويل، بنمعجن بوجهين متعامدين، يصنفر السطح جيدا بعد التأكد من جفاف كل وجه. يبقى انا بمعجن السطح بمعجون جاهز او معجون اندويل وجهين متعامدين، امعجن الوجه الاول وبعد الجفاف يتصنفر، او بعد كده امعجن الوجه الثاني وبعدها بعد الجفاف يتصنفر. طيب نشوف عندنا مكونات المعجون الاندويل اللي هو احنا مش هنجيب ده، مش الجاهز، احنا جاهز بنجيبه من المكان من المحل على طول. طيب المعجون الاندويل نشوف مكوناته: 6/10 سبيداج بلس 1/10 زنك بلس 2/10 زيت بلس 1/10 غيره. ده بندي وجهين متعامدين مع صنفرة كل وجه بعد جفاف المعجون، او بنمعجن بمعجون جاهز. المعجون الجاهز اللي احنا بنجيبه بيخفف بالماء، بيكون نسبة المية لنسبة المعجون ان المعجون 6/10 والمية 4/10، بنزيد او بنقلل نسبة المية حسب قابلية المعجون. بعد ما معجننا السطح بنعمل الخطوة اللي بعد كده. يبقى أول خطوة جهزنا السطح اللي هو بنسنبك رؤوس المسامير وبنصنفر السطح وبنجهزه. تاني خطوة المعجون. الخطوة الثالثة اللي هي البطانة، اللي احنا زي ما قلنا قبل كده ان في البطانة دي تعتبر اسمها وجه ثاني. البطانة دي بتكون بطانة زيتية لان هو اسمه دهان بلاستيك تأسيس زيتي، فالبطانة بتكون زيتية. مكوناتها 3/10 زيت مستوي بلس 2/10 نفط بلس 5/10 زنك ولون. دي مكونات البطانة. طيب بعد كده بنعمل وجه التشطيب اللي هو الوجه الأخير النهائي، وجه البلاستيك. بندهن السطح بوجه من البلاستيك مضاف إليه الماء بنسبة 6/10 بلاستيك بلس 4/10 مية، أو تبع لنوع البلاستيك، وبنستخدم فرشة في الدهان تبع لنوع البلاستيك، يعني بنشوف بنزود المية أو بنقلل المية تبع لنوع البلاستيك.
طيب احنا عندنا ايه تاني في البلاستيك؟ عندنا بلاستيك نصف لامع، في بلاستيك لامع وفي بلاستيك نصف لامع وفي بلاستيك مطفي. البلاستيك النصف لامع ده احدث انواع بويات البلاستيك وارقى الانواع او الدهانات المائية. مميزاته يعطي شكلا جيدا منافسا لبويه اللاكيه، متميزا عنه في سهولة الدهان والتنظيف. له باقي مميزات الخاصة بدهان البلاستيك اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، واحنا قلنا مميزات دهانات البلاستيك اللي هي ايه؟ مميزات دهانات البلاستيك اللي هي سريعة الجفاف، اللي هي عم تدينا ألوان كتيرة، متوفرة ليها ألوان كتيرة، اللي هي قابلة للتنظيف، بتتحمل درجات الحرارة والعوامل الجوية. دي ايه مميزات دهان البلاستيك؟ دهان البلاستيك النصف لامع بالإضافة لأنه هو بيدينا مظهر جمالي كويس، غير ان هو برضو ليه نفس مميزات دهان البلاستيك اللي احنا قلناها دلوقتي، اللي هي دهاناتها متوفرة بدرجات كتيرة جدا، اللي هي سريعة الجفاف، اللي هي عندها بتتحمل الرطوبة وقابلة للغسيل. نشوف بعد كده طريقة الدهان ببوية البلاستيك اللامع، ما بتختلفش عن طريقة دهان البلاستيك العادي، ان يمكن عمل الأوجه الأولى والثانية من البلاستيك العادي والوجهين الآخرين من النوع المتطور اللي هو النصف لامع. يبقى أنا بدي الوجهين الأولانيين، الوجه الأول والثاني بنديه من البلاستيك العادي، الوجهين الآخرين اللي بعد كده بنديهم بالنوع المتطور اللي هو البلاستيك النصف لامع. النوع البلاستيك النصف لامع ده مناسب جدا لدهان الواجهات، الواجهات اللي هي خارج المباني، نظرا لتمتعه بمقاومة عالية للعوامل الجوية، عشان هو بيتحمل العوامل الجوية يبقى احنا ممكن ندهن بيه الواجهات مع مقاومته الشديدة للماء بجانب الشكل الجمالي الرائع. كده احنا اخدنا الدهانات المائية اللي هي الغيرة، الجير، البلاستيك. في عندنا الدهانات المائية الحديثة اللي أنا اتكلمت عنها في بداية الحلقة، اللي هي دهان الكوارتز والجرافيتو وإيه والجرانيوليت. إحنا عندنا الثلاث دهانات ديت، كوارتز، جرافيتو، جرانيوليت، دي دهانات حديثة أحدث من الدهانات الجير أو الغيرة اللي هي تعتبر محدش بيستخدمها دلوقتي حاليا، ممكن الناس تكون بتستخدم أو المتاح حاليا اللي هو دهان البلاستيك، في دهان البلاستيك اللامع أو النصف لامع أو دهان البلاستيك المط، دول ده أحدث حاجة في الدهانات المائية. في الأحدث بقى منها اللي هي الدهانات المائية الحديثة، الكوارتز، الجرافيتو والجرانيوليت. نشوف مع بعض أشكال الدهانات دي أشكالها إيه. دهان الكوارتز، دي أشكال دهان الكوارتز، بيبقى مدي شكل رخامي شوية، ليها ألوان متعددة برضو، بيبقى إيه دهانها سهل جدا وبيدي لمعان ومتوفر ألوان منها. طيب دهان الجرافيتو نفس الكلام، بيبقى لها شكل اختلاف الملامس، ممكن اعمل ملامس طولية، ممكن تبقى الملامس عرضية، ممكن ملامس بالشكل ده، اختلاف الملامس ممكن تكون ناعمة، ليها اختلاف ملامس واختلاف الالوان، متوفرة الوان كتير من الجرافيتو. ودهان الجرانيوليت بيكون بالشكل دوت، دهان الجرانيوليت محبب وبيكون شكله برضو بيتحمل درجات حرارة، بيتحمل بيدي منظر جمالي للأسطح الخارجية أو للواجهات. الكوارتز وطريقة تنفيذه، دهان الكوارتز ده أول حاجة من الدهانات الحديثة العملية اللي بتتمتع بجمال المظهر والألوان المتعددة الحديثة والجميلة، يعني هو في ألوان كتيرة متعددة مع سهولة التنفيذ وسرعته، ما بيحتاجش إلى خبرات عالية، يعني دهان الكوارتز دوت مش محتاج لخبرة في دهانه. مميزاته إمكانية دهانه على جميع أنواع الأسطح. هذا النوع من الدهان بيعطي شكلا محببا، بيدي شكل محبب حيث يتم دهانه على الأسطح برولة إسفنجية، كما يمكن رشه بماكينات رش البويات أو بالكمبريسور. نشوف شكل الرولة أو شكل الكمبريسور. ده شكل الرولة الإسفنجية، ده شكلها، وزي ما احنا عارفين الرولة شكلها ايه، بتبقى الرولة عبارة عن شكل اسطوانة وبيكون داخل فيها اليد بتاعتها بحيث انها تقدر تتحرك وانا بدهن بيها، دي رولة اسفنجية.
او بالكمبريسور. الكمبريسور بيبقى زي المسدس بنحط فيه اللون، او بيتوصل بالمستودع، الرش والكمبريسور ده المسدس بيتوصل بالمستودع وبالكمبريسور ونبتدي نرش الدهان. طيب بالنسبة لدهان الكوارتز بيتم فرد الكوارتز بسكينة معجون ثم عمل النقشات المطلوبة بواسطة رول عادية او بالتمشيط. بسكينة المعجون ابتدي افرد، ده شكل سكينة المعجون، ابتدي افرد الدهان الكوارتز. بعد ما افرده بسكينة المعجون هبتدي بقى ايه اساوي او ادي النقشات بتاعتي، سواء النقشة بتاعتي ناعمة او النقشة خشنة او النقشة محببة، اديها بالرولة او بشكل الرولة اللي انا هشتغل بيها. هي الرولة هي اللي بتحدد لي شكل النقشة بتاعتي. او بالتمشيط يمكن التحكم في النقشة وحجم الحباية بواسطة تخفيف الكوارتز بالماء. انا محتاج نقشة معينة او محتاج كوارتز ناعم او محتاج كوارتز خشن، السطح بتاعي يكون سطح ناعم او خشن، بان انا بضيف للكوارتز مية. فعند الرغبة في الحصول على كوارتز ناعم ذو حباية صغيرة يتم تخفيف الكوارتز بالماء، وهذا ايضا بيتوقف على حالة السطح غير المستوي. في السطح غير المستوي بتفضل الحباية تكون كبيرة لتغطية عدم استواء السطح. يمكن عمل اشكال جديده وتربيعات واشكال هندسيه. طيب انا بعمل الاشكال والتربيعات دي ازاي في الكوارتز؟ انا بدهن مثلا، بجيب سطح عندي انا هعمل فيه تربيعات، مربعات، مستطيلات، اشكال سداسيه، انا هعمل فيه اشكال هندسيه مختلفه. طيب انا هلزقها في بعضها؟ لا، انا بسيب فراغات بين الاشكال الهندسيه. طب بسيب الفراغات دي ازاي؟ انا بقسم السطح بتاعي بالسلوتيب على الشكل اللي انا هرسمه، مربعات، ابتدي اشد السلوتيب على شكل طوله العرض بحيث يديني فراغات مربعات، او اشكال هندسيه مضلعات سواء هندسي سداسي مسمن ايا كان شكل الهندسي، برضو ابتدي اعمل الحدود بتاعتي بالسلوتيب وادهن دهان الكوارتز، وبعد الجفاف اشيل السلوتيب، هيديني الشكل الدهان الكوارتز بالشكل الهندسي اللي انا عايزه. طيب الفراغات دي بسيبها كده؟ لا، انا بدهن الفراغات دي يا اما بالوان مختلفه او بلون واحد يكون واخد من درجه الالوان او قريب من درجه الالوان اللي انا دهنتها في الاشكال الهندسيه، يديني شكل جمالي كويس. نشوف مع بعض الشكل هيبقى عامل ازاي. نقرا مع بعض الاول. يمكن عمل اشكال جديده وتربيعات واشكال هندسيه في السطح او الحوائط او الاسقف، المطلوب دهنها بالكوارتز وذلك بتطبيق الرسم والنقاشات المطلوبة على الجزء المراد دهانه، وذلك بواسطة استخدام شرائط سولوتيب لإظهار هذه التقسيمات، ثم دهان وفرد الكوارتز، وبعد الجفاف يتم نزع السولوتيب مع دهان مكانه بنفس اللون أو بلون متدرج مع لون الكوارتز. نشوف شكلها. ديش عمل تربيعات بألوان مختلفة، وبعد كده شلت السولوتيب ودهنت الفراغات بلون يتماشى مع الالوان، سواء اللون دوت هيكون درجه فاتحه درجه غامقه ايا كان درجه اللون، المهم يكون لون يتماشى مع الالوان ويكون مظهره الجمالي كويس ومقبول. هنا مثلا عملت شكل سداسي للكوارتز، اداني الشكل كده، نشيل السولوتيب في الاخر، هتلاقي الفراغات ديت هنديها درجه لون، درجه اللون دي تكون متجانسه او قريبه وماشيه متمشيه مع الالوان اللي انا عملتها. فده شكل الكوارتز مع عمل التربيعات الهندسية. بعد كده بنقول حيث أن هذا الدهان من الدهانات المائية يمكن دهانه على الأسطح المدهونة ببوية البلاستيك. يعني أنا ممكن لو سطح عندي مدهون ببوية البلاستيك ممكن أدهن عليه كوارتز عادي، أو التي تم سحبها بمعجون بلاستيك. يعني السطح عندي يا إما مدهون ببوية بلاستيك أو متمعجن بمعجون بلاستيك، دوت في الحالة دي ممكن أدهن عليه الدهان، لأن احنا عندنا دهان البلاستيك من الدهانات المائية ودهان الكوارتز أيضا من الدهانات المائية. فأنا ممكن السطح عندي لو مدهون بدهان البلاستيك والدهان جيد وكويس ومش قديم، أو متمعجن معجون بلاستيك كويس، ممكن أدهن عليه الدهان الكوارتز. وفي حالة الرغبة في دهان سطح مدهون ببوية الزيت أو اللاكيه يتم عمل صنفرة جيدة. يبقى لو هو في زيت أو لاكيه بصنفره كويس الأول، وبعد كده عمل وجه لاكيه مط كطبقة وسيطة، ثم عمل طبقة معجون بلاستيك، وبعد كده أفرد دهان الكوارتز.
يوجد عدة أنواع أيضا من الكوارتز كما هو الحال في بوية البلاستيك. زي ما أنا عندي في البلاستيك في المط واللامع والنصف لامع، الكوارتز عندي برضو في نفس الكلام، في النوع المطفي اللي هو المط العادي، ويوجد النوع اللامع والنصف لامع، وفي أنواع أخرى من الكوارتز من حيث النعومة والخشونة. طيب النعومة والخشونة بتتوقف على إيه في دهان الكوارتز؟ النعومة والخشونة بتتوقف على درجة حباية الكوارتز. أنا عندي حباية الكوارتز لو رفيعة بتديني الدهان بتاعي أو السطح بتاعي ناعم، لو أنا طحنها ومديني باودر ناعم بيديني السطح ناعم، لو الحباية رفيعة بيديني درجة الخشونة قليلة، لو الدرجة الحباية أكبر شوية بتديني درجة خشونة أكبر. يبقى أنا بيتوقف عندي درجة السطح أو نعومة أو خشونة السطح على درجة حباية الكوارتز. يبقى أنا عندي الكوارتز بيختلف في درجاته، في درجات اللون وفي درجات الخشونة والنعومة. درجات اللون عندي زي البلاستيك بالظبط، البلاستيك عندي فيه أو الكوارتز عندي فيه المطفي واللامع والنصف لامع زي البلاستيك بالظبط، المط واللامع والنصف لامع. طيب بالنسبة لدرجة الخشونة والنعومة اللي هي بتتوقف على درجة الحباية أو حجم حباية الكوارتز. نشوف بعد كده، بيمكن استخدام الورنيش المائي البوليش، يعني بعد ما بدهن دهان الكوارتز هدهنه ورنيش، هحط عليه ورنيش. طب فايدة الورنيش اللي أنا بحطها عليه ليه؟ لإكسابه لمعان خفيف مع زيادة قابليته للغسيل والتنظيف. بيديني الورنيش دوت او البوليش الاكريليك بيديني لمعان خفيف جدا، مش بيبقى لمعان جامد، وبيديني قابلية للغسيل والتنظيف بالماء والصابون. بننظفه ازاي؟ بالمية والصابون بواسطة قطعة اسفنجية او قطعة قماش قطنية بيضاء، مش بأي حاجة عشان ما يحصلوش خربشة. يعني ما اجيبش حاجة قماش خشن وايه وانظف بيه، لا، اسفنج او قماش قطن ابيض. في نوع تاني عندي في الكوارتز اسمه الكوارتز المطاطي. ايه الكوارتز المطاطي ده؟ الكوارتز المطاطي دوت بيبقى حاجة يعني ايه، نوع اكثر مرونة والمرونة بتاعته عالية جدا. فانا بستخدمه في ايه؟ في ان انا لو عندي شروخ في الجدار بتاعي، بس الشروخ دي مش شروخ انشائية. يعني ايه الشروخ دي مش شروخ انشائية؟ يعني مش خطأ في الاساس بتاع المبنى، مش حاجة هتأثر على المبنى، شروخ في المحارة، شروخ بسيطة ما تأثرش على أساس المبنى. يبقى أنا لو عندي شروخ إنشائية أو بعض عيوب في السطح الجدار بتاعي ممكن أدهنها بدهان الكوارتز المطاطي، ساعتها ده بيداري العيوب وبيديني مظهر جمالي. يبقى فايدة الدهان او الكوارتز المطاطي ان انا بستخدمه في الواجهات، او بستخدمه الواجهات الخارجية او في الاسطح اللي هي فيها بعض الشروخ او العيوب الغير انشائية تداري العيوب، او الاسطح الخشبية اللي فيها تعرج او فيها سطح غير مستوي بتسوي لي السطح، عشان هو اسمه من اسمه كده الكوارتز المطاطي. يعني ايه؟ بيتساوى حسب السطح اللي معايا. نشوف مع بعض. الكوارتز المطاطي مثل النوع السابق لكنه يتمتع بمرونة عالية، يكون فيلمًا على السطح فيمكن بذلك أن يغطي أي شروخ غير إنشائية وغير خطرة وغير مؤثرة على المبنى. شروخ غير إنشائية غير خطرة وغير مؤثرة على المبنى، نخلي بالنا من النقطة دي. ويكون ذلك في المنشآت المؤقتة التي بها شروخ أو في الأماكن التي بها فواصل تمدد. يستخدم أيضا هذا النوع كدهان للواجهات الهامة لكونه مقاوما للعوامل الجوية والأمطار، ولا يختلف هذا النوع اللي هو الكوارتز المطاطي من حيث تشغيله أو تلوينه عما ذكر في الكوارتز العادي. يعني أنا تشغيله، يعني أنا طريقة إعداده أو طريقة دهانه أو طريقة تلوينه ما بتختلفش عن الكوارتز العادي. إن أنا لو حبيت أعمل بيه تربيعات هندسية، لو حبيت أعمله مثلا على سطح مدهون ببلاستيك قبل كده أو مدهون بمعجون أو معجن ببلاستيك قبل كده، نفس خطوات الكوارتز العادي بتمشي مع الكوارتز المطاطي، إلا إن الكوارتز المطاطي بيكون له فايدة في ان هو لو في شروخ او غير انشاء، شروخ غير في المباني غير انشائية،
او عيوب في السطح بيغدري لي العيوب والشروخ ديت او الفواصل او اي تمدد في الجدار عندي. كده احنا ايه خدنا كل حاجة عن الكوارتز. ناخد ايه تاني بعدها؟ ايه تاني الدهان اللي احنا اتكلمنا عنه بعد كده؟ دهان الجرافيتو. نشوف دهان الجرافيتو. دهان الجرافيتو عندنا بيبقى بالشكل دوت. طب احنا بنعمل الشكل ده ازاي؟ الشكل ده بيتعمل ان احنا برضو نفس الكلام، بنفرد بالسكينة المعجون ونبتدي بالرولة، ان احنا ايه نفرد بالرولة تدينا الاشكال دي. بتختلف الاشكال، هو انا مش الشكل الثابت دوت عندي، لا انا عندي اشكال كتيرة للكوارتز. زي ايه؟ هنشوف للجرافيتو، سوري، الجرافيتو من التكسيات الحديثة المتطورة. تكسيات يعني بنكسي بالجدران او بنكسي بالاسطح الانشائية الحديثة المتطورة التي تحل مشاكل كثيرة خاصة للأسطح المختلفة، سواء أسمنتية أو خرسانية أو خشبية أو الأسبستوس، كذلك الأسطح الخرسانية سابقة التجهيز. دي ألوانه وطريقة النقشة بتاعته، الزخارف اللي عليه. بنشوف طريقة، نشوف ماسك الرولة هو بيفرد دهان الكوارتز. ليه الوان كتيره جدا، شايفين الوان الكوارتز الوانه متعدده جدا، الوانه جميله جدا. هنا مثلا النقشه بتاعته بالطوليه، هنا النقشه بتاعته جايه دورانيه شويه، النقشه بتاعته هنا بميله بزاويه، في نقشه عرضيه، في نقشه ناعمه جدا، في خشنه قوي شويه، على حسب النقشات اللي انا عايزها. في نقشه هنا مختلفه على حسب ايه الدرجات اللي انا عاوزها. بنلاقي ان الوانه متوفره كتيره جدا ونقشاته كتيره جدا. طيب نشوف، كذلك يمكن فرد الجرافيتو على المباني الطوب بشرط استواء السطح وتكون العراميس مملوءه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ممكن ادهن دهان الجرافيتو على الطوب على طول. طيب ايه الشرط ان انا ادهن دهانه على الطوب على طول؟ ان انا تكون السطح عندي، سطح الحائط عندي مستوي، ما فيش اجزاء طالعه واجزاء داخله منه. طيب وتكون العراميس مملوءه. ايه العراميس ديت؟ اللي هي الفراغات اللي بين الطوب. انا لما بحط الطوب القالب على القالب بيبقى فيه فراغات بين القوالب، املى الفراغات ديت وسدها، يبقى عندي انا الحائط بتاعي من الطوب بس كله مستوي. اروح انا ايه ادهن دهان الجرافيتو على طول. يبقى ممكن دهان الجرافيتو على المباني الطوب بشرط استواء السطح وتكون العراميس مملوءه. ده شكل السطح عندي وايه ممكن يدهن بالشكل دوت. احنا كده النهارده اخذنا الدهان، اخذنا مراجعه عن الجير ودهان الغيره ودهان البلاستيك، عرفنا ايه الدهانات الحديثه، دهان الكوارتز، دهان الجرافيتو. ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه هنكمل دهان الجرافيتو ونشوف طريقه دهانه وطريقه تكوينه، وهناخد دهان الجرانيوليت ان شاء الله معاه. واتمنى لكم حظ سعيد وشكرا.